الصحف ووسائل الاعلام. يعني حضراتكم رجعوا كده للايام الماضيه، مش هنلاقي دوله يعني ما بيحصلش فيها يعني حادث او اخر يعني بصوره او باخرى. وبقت النهارده للاسف ظاهره بقت موجوده في كل دول العالم وليست موجوده في دوله واحده فقط لا غير. وبالتالي اهميه النهارده هذا الموضوع ان احنا ازاي نتعامل معاه وقدراتنا على احتوائه، وان احنا ازاي بنتعامل معاه بسرعه شديده ونعمل كل جهدنا علشان انه ما يتكررش. واعتقد الحمد لله يمكن حضراتكم متابعين كويس جدا جهود الامن الفتره اللي فاتت، يعني بيقوم بدور غير تقليدي وجهد جبار قوات مسلحه مع الشرطه علشان فعلا يوجهوا ضربات استباقيه واضطراديه للعديد من كان الحركات وللاسف المجموعات الاجراميه والارهابيه. ولكن وارد يعني في بعض الاحيان ان يحصل حادث فرد هنا او هناك، ولكن لازم نتعامل معاه ولازم نبقى عارفين ان ده ممكن وارد ان الوضع يبقى موجود وممكن يتكرر مستقبلا. ومفيش دوله في العالم يعني خلينا اقولها بهذا الشكل هتبقى النهارده يعني نقدر نقول انها تضمن انها امنه بنسبه 100%. هيبقى ممكن وارد جدا ما بين حين واخر يحصل حادث فردي زي ده، ولازم كلنا بقى نتعامل معاه، وارجو ان احنا نتعامل معاه في اطار السياق والحجم لهذا الموضوع، لان ده اهم شيء ان احنا كمصريين نبقى عارفين هذا الموضوع ونعي تماما ان احنا يعني الوضع ده موجود في كل حته في العالم. وبالعكس احنا الحمد لله لما نيجي نقارن وضع مصر النهارده وكلكم عارفين هذا الكلام بالاوضاع السابقه، لا احنا الحمد لله في وضع افضل بكثير جدا جدا جدا. ولازم نبقى واعيين بهذا الموضوع، ويعني خلينا اقولها لينا كلنا كمصريين، مش عايزين ان احنا نحقق غرض المجرمين اللي عملوا هذا الموضوع ان احنا نضخم هذا الموضوع ونحسسهم ان الموضوع ده يعني خلينا نحتويه بالقدر والحجم الموضوع حادث مؤسف بالتاكيد، وكلنا بنقدم تعازينا لاسر واي روح